مجموعة اللي نعالجوا فيه مختلف القضايا النفسية، المشكلات النفسية، الاضطرابات النفسية والمشكلات النفسية. إذا كان كنت من أولئك الذين يخشون المصاعد الكهربائية اللي يخاف يطلع في الاسانسور، إذا كان كنت من الناس اللي مثلا يخاف يروح يدير ERM ولا يخاف يدير سكانر ولا يخاف مثلا يكون في بلاصة مغلوقة ولا بلاصة كما نقولوا يطلع في الطيارة ولا يفواياجي في الطيارة ولا يدخل دون زان تران ولا دون زان تونيل، وين كي تكون في بلاصة كما هذه تحس بقلبك يضرب بزاف، تحس بالنفس يضيق فيك، ممكن تكون عندك ما نسميوه احنا الخوف من الأماكن المغلقة. الخوف من الأماكن المغلقة اللي هو موضوعنا اليوم اللي راح نعالجوه، راح نحاول من خلال هذا البرنامج التطرق إلى نعرفوا دابور وش هو الخوف من الأماكن المغلقة، نعرفوا كذلك وش هي الأماكن اللي ممكن تكون مصدر خطر بالنسبة ل بالنسبة للإنسان ولا الشخص. راحين كذلك نحوس نشوفوا وش هي الأعراض وش هي الأسباب اللي تؤدي إلى مثل هكذا اضطراب، كذلك راح نعرفوا كيفاش نشخصوا هذا الاضطراب وش هي السبل العلاجية والطرق العلاجية اللي باش نعاونوا الناس باش يتخلصوا من هذا الاضطراب. فأولا وقبل أن قبل كل شيء لازم نعرفوا وش هو هذا الاضطراب، وش هو الخوف من الأماكن المغلقة الذي يعتبر اضطراب نفسي يقيس العديد من الناس، كبير صغير شيخ مرأة راجل، كل طفل، كل الفئات المجتمع معرضة لمثل هكذا اضطراب. هذا الاضطراب كما يقولوا يعتبر رابع اضطراب ولا خامس اضطراب كما يقولوا مصنف في التصنيف نتاع الجمعية الأمريكية أو من أكبر الأمراض انتشارا في المجتمع على المستوى العالمي. يقدر يكون 4-5% من البشرية ممكن أن هؤلاء راهي مصابة بهذا الاضطراب. فالكل يتساءل وش هو الخوف من الأماكن المغلقة. الخوف من الأماكن المغلقة الذي يعتبر اضطراب نفسي يعاني منه العديد من الناس. فمثلا الإنسان كي يكون في مكان مثلا سواء مغلق ولا ضيق ولا ما فيهش إنارة، ما فيهش تهوية، ما فيهش باش كما يقولوا مكان باش يتنفس ولا حاجة، يحس بضيق في الصدر، يحس بضيق في التنفس، يبدا يحس بقلبه يضرب بزاف، يبدا يحس برجليه بداو يفشلوا، باللي ما يقدرش يطلع، ما يقدرش يركب في لاسانسور، ما يقدرش يحطوه في جهاز التنويم، جهاز التصوير المغناطيسي ولا في جهاز سكانر ولا حاجة، وين يبدا يحس بقلبه يضرب بزاف، يحس بالريق نتاعو ينشف، يحس بضيق في التنفس، وين حتى يولي يتجنب مثل هكذا وضعيات. يقول مثلا راهو في الطابق الخامس ولا الطابق السادس، يقول كان جو بريفير نطلع في الدروج وما نطلعش في الاسانسور. علاش؟ باسكو خايف الاسانسور تحبس بيا، خايف ممكن ما نلقاش شكون يجري ليا، ممكن طيح، ممكن كذا. وين هناك عدة اعتبارات اللي راح نعاود نولي ليها بالتدريج. كذلك ممكن حتى السفر في الطائرة ولا حاجة يقول لك امبوسيبل باسكو مغلوقة، كيفاش راح نقدر نتنفس، وممكن طيح بيا الطيارة، ممكن صرا. وين هناك عدة سيناريوهات، وين حتى يحتم على روحه باش يفواياجي كما نقولوا بالتران ولا بالسيارة وما يركبش في الطائرة. وهناك العديد من المشاهير اللي عندهم هذا الخوف من الأماكن المغلقة والخوف كذلك من الطائرة. ممكن كذلك حتى ما يقدرش يركب في الطوموبيل من اللور ولا حاجة، ولا ما عندوش التحكم في لي كارو تاع التهوية، ولا ما يقدرش يركب في بيوس مغلوق ولا حاجة، وين يحس بروحه راح يتغم ولا حاجة. وين هنا جينيرالمون واش يديروا هاد الناس؟ فدائما يتجنبوا هاد الاماكن اللي هي كما نقولوا. واش هي الاماكن هذه اللي وصفتها من قبل؟ اللي قلت عندنا الطائره، عندنا القطار، عندنا المترو، عندنا كذلك التراموي، عندنا حتى الحافله، عندنا كذلك حتى المصاعد الكهربائيه، عندنا حتى كما نقولوا وين محتم عليه يروح يدير سكانير ويخاف يروح يدير سكانير. باسكو علاش؟ يقول لك لو كان ندخل في سكانير قدر ما نوتش، قدر ما نخرج منه. كذلك حتى اليارام وين محتم عليه يديرها، لا لا مثلا كي يقرب ان تونيل ويلقاه مظلم وما كانش تهويه وكذا، يقول لك دوك ندخل فيه، دوك قادر نموت، قادر نطيح، قادر ما نقدرش نحمل. وين يبداو هذوك التغيرات ولا هذوك الفيزيولوجيه كما نقولوا، وين يبدا يحس بقلبه يضرب بزاف، يحس بروحه ما يتنفسش مليح، يحس بروحه كذلك حتى ممكن حتى يدخل دورة المياه أكرمكم الله ولا حاجة، تغلق عليه الباب يولي يخبط، يولي يكسر، حتى يكون في بلاصة ممكن مظلمة ومغلوقة وتغلقت عليه الباب، كيف
يعاود يولي يخبط ويولي خايف، باسكو علاش؟ خايف لما كان حتى واحد راح يجري ليه، خايف لما يقدرش يتخلص من الوضع هذاك، خايف من عده اشياء اللي راح نعاودوا نولوا لها بالتدريج. كما قلت واش هي الاماكن اللي ممكن يصرى فيها كما نقولوا هذا الاخر؟ عندنا التينال، عندنا الطائره، عندنا القطار، عندنا حتى السياره، حتى داخل السياره وين تقول لك انا ما ركبش مع ما ركبش من اللور. علاش؟ باسكو ما عنديش ما نقدرش نتحكم في جهاز في الكارو باش يتنفس ولا حاجه، ولا ممكن سياره صغيره وين ما عندهاش ما نقدرش نتحكم باش نفتح الباب ولا باش نخرج ولا حاجه. في بعض الاحيان هناك بعض الحالات حتى هبطوا في لا سيركيلاسيون وراحوا، باسكو علاش؟ ما قدرش وين خلى حتى الطوموبيل تاعه وراح. علاش؟ باسكو يحس بروحه بلي ما يقدرش يتحمل هذاك الضغط وهذاك القلق وهذاك الخوف وهذيك السيناريوهات اللي راح نعاودوا نوليو ليها بالتدريج اللي تخليه يفقد السيطرة على روحه على ذاته على نفسه، ويبقى دائما مخلوع ويبقى دائما خايف. كما رانا نشوفوا في بعض الصور اللي تبين بعض حتى كي يكون رفقة السائق ولا رفقة الإنسان اللي راهو معاه يدير له امبريسيون كما نقولوا ضغط رهيب. علاش؟ لا لا ما تمشيش بالعقل، اي بالك نديروا اكسيدون، اي بالك كذا، او خرج لك فلان منا او كذا، ما نطلعش. حتى ممكن اللي يطلعوا في الطائرات ولا حاجه نشوفوهم يديروا نوبات هلع كبيره، نوبات هلع كبيره باش تميز نوبات الهلع، تميز بالتغيرات الفيزيولوجيه اللي هي سرعه خفقان القلب، كذلك ضيق في التنفس، ممكن حاله ارتجاف، ممكن حاله خوف كبير، حاله كما نقولوا يحس بروحه راح يتغاشى راح يطيح وكل شيء، ومن بعد تفوتوا هذيك المرحله اوف انفان اني جوست راني كذا. فهنا وش هي الاعراض؟ اني وصلت شويه الاعراض اللي تميز هذا الاضطراب اللي هو نتاع الاماكن المغلقه، اللي صفنا شويه الاعراض من بينها التغيرات الفيزيولوجيه اللي ممكن تحدث واللي هي كما نقولوا سرعه خفقان القلب، ضيق في التنفس، يحس بروحه بلي خلاص فقد ما يقدرش يتنفس راح يطيح راح يتغاشى، يحس بروحه بقلبه يضرب بزاف يقول لك فوالا راح ندير اناري كاردياك، وين حتى كي لو فات انه يقرب من لاسونسور ولا لو فات انه يقرب من رايح طالع الطائره وين نشوفوا الخفقان تاع القلب يزيد اكثر فاكثر، ونشوفوا التغيرات الفيزيولوجيه هذه تزيد اكثر فاكثر. نلقاو الناس هادو وين يميلوا؟ يميلوا لتجنب مثل هكذا وضعيات، ما يدورش جهه المصعد الكهربائي هذاك خلاص، حتى كي يجي يشوفوا اوب يهرب يطلع يجري في في ليزيسكالي نورمال. حتى الطائره يقول لك لا لا تونال لا لا يحب يدير كما نقولوا دوره كبيره باش ما يدخلش على التونيل وباش ما يحس بهذاك الشعور، باش ما يحسش بهذاك الضيق في التنفس وهذاك الاحساس اللي شويه مش مليح. وحنا الناس اللي عندهم هذا الاضطراب جينيرالمون يحس بروحه اون كيكو سورت انسان تافه، انسان ما يعرفش، انسان ماهوش مثقف، انسان ما عنده حتى معنى. وهنا هاد الضغوط دي تزيد راح تزيد عليه ضغط كبير. علاش؟ باسكو يخبي هاد الشعور، يخبي هاد الخوف، يخبي هاد المشاعر، وهاد المشاعر اللي كي نخبيوها راح تزيد علينا ضغط كبير، وراح نزيد القلق ودرجه القلق ودرجه الاسترس هذه راح تزيد اكثر فاكثر، وبالتالي الانسان كيفاش يكون؟ راح يكون دائما خايف وفي حال تاهب قصوى، وين الجسم نتاعه دائما في حال تاهب قصوى، وممكن تصرى له هذيك نوبات الهلع، وممكن يصرى دائما الخوف الكبير نتاعه اللي يخليه دائما يلجا الى تجنب مثل هكذا وضعيات، يلجا الى السفر عن طريق طائره، عن طريق القطار، عن طريق المترو، عن طريق الحافله اللي تكون ما عندوش انه ما يقدرش يفتح الطاقه، انه ما يتحكمش في التهويه نتاع وين البريفير توجور بلاصه مهاويه بلاصه كذا، وين في بعض الاحيان حتى الجو راهو بارد دوكا والشتاء وكل شيء، وين تلقاه ماشي طريق ولا تلقاها ماشيه طريق ولازم السجاج تاع السياره تاع النافذه لازم يكون مفتوح. علاش؟ باش تحس بالنفس نتاعها وتحس، على الرغم من انه اللي راكب معاه راهو يعني راهو بردان وراهو كذا، لكن حتم عليه يحمل هذا الكوتش. قلنا من بين الاعراض توجور امين عندنا التغيرات الفيزيولوجيه هذه اللي هضرنا عليها، عندنا التجنب كما نقولوا وين كما نقولوا تاع الرجفه التعرق وكل شيء، وين صعوبه في التنفس، حتى في بعض الاحيان نحسوا ببعض الالام في المعده ونحسوا بيقول لك عندي بول دونغواس هنا ما نقدرش اي راح تجيني، نحس بقلبي راح يضرب بزاف راح يحبس راح ندير اناري كاردياك، وين دو بريفيرونس نروح حتى كي يروح ونحتموا عليه
باش يروح وباش يركب طياره ولا باش يركب البيس ولا باش يركب في طوموبيل باش يسافر باسكو لازم يروح يؤدي واجب ولا حاجه هكذا، وين يروح يعصر روحه، يروح خايف، يروح مقلق، ونديري راهو خانق روحه ما يقدرش يتخلص منها، ويبقى دائما خايف، ودائما خايف من واش؟ خايف يموت، خايف يغمى عليه، خايف انه يفقد السيطره على نفسه وعلى ذاته، يقول لك خلاص نولي ما تحكمش في روحي، نولي نولي مانيش قادر كما نقولوا نفقد السيطره على نفسي، ممكن ندير عفسه مش مليحه، ممكن دوك يفيقوا لي، ممكن دوك يعرفوا، ممكن دوك يضحكوا عليا، ممكن دوك يقولوا عليا اشياء كما نقولوا نولي نتعرض للسخريه. عندنا اتصال امين. الو مساء الخير، نستقبل مكالمات ثم نواصل. مساء الخير سيدتي كريمه. لاباس؟ نعم تفضلي سيدتي. مساء النور. كنت راح نسقسيك على الموضوع. تفضلي. عندي الرشفة كيما هكا، مثلا نركب في الطوموبيل، مثلا نركب في البيوت ما نقدرش نركب في البيوت. اها. تجيني الرشفة، نولي نرجف وحدي، ديما هكا قلقانة، مانيش عارفة واش بيا. حاسة ديما الوقت متوترة هكا، ما نقدرش نركب في المصعد، مستحيل نركب فيها أصلا بعد. من وقتاش سيدتي كريمه؟ يعني ملي كنت صغيره عندي بزاف، يعني ما ملي كنت صغيره. صغيره هل صارت لك حادثه؟ صارت مشكله؟ مانيش متفكره اصلا، يعني الذاكره تاعي حاسه روحي ماني متفكره والو على طفولتي هيك. ماني متفكره حتى شيء يعني. داكور. غير حوايج يعني صغار برك. داكور. كي تجي رايحه تطلعي في الاسانسور ولا حاجه، وشو الاحساس اللي يجيك سيدتي كريمه؟ نحس هكا قلبي يخبط ونرجف ويدي هكا يترعدوا ويرشفوا، نحس روحي بايخه، نحس هكا الدنيا تدور بيا، نحس روحي ماشي نورمال هكا، يجيني واحد الاعراض ماهمش نورمال. داكور. تحسوني سايح هكا. داكور، تحسي بنيف الحلق نتاعك ناشف سي صا؟ اي هي كيما هكا. داكور، وكي تحتم عليك تطلعي في الاسانسور وكي تحتم عليك تفواياجي ولا حاجه، كيفاش تحسي بروحك؟ ما نحسش روحي مليحة، مثلا حتى كي ركبت في الطوموبيل هكا لازم تلقى الكهرباء ديك تكون مفتوحة، ولا نحس روحي هكا راح نتخنق. مثلا حتى كي نوصب كي ماشية في الطريق عادي والبرد يعني، وأنا ماشية عادي. ما نركبش في البيت، ما نركبش في الطوموبيل، يعني نبقى ماشية ما نقدرش نركب. الموضوع عاد يقلقني بزاف. تحملي عناء المشي على أنك تركبي البيس صح؟ أعطيك الصحة، نتحمل إني نمشي برا في البرد وما نركبش فيه. خوفا من واش؟ نخاف هيك نقول كون نركب ندير أكسيدون ولا ما نبغيش أنا يتقفل عليا الباب ولا هيك حوايج كيما هيك نخمم فيها. اسكو عمرك ركبتي وتغلقت عليك الباب ولا درتي أكسيدون ولا صارت حاجة؟ لا جامي. جامي. هذه مجرد سيناريوهات ديريها تيها في راسك. هي في راسي برك. داكور، وتبقي عايشتها وحدك، اسكو تحكي عليها ما تحكيش عليها؟ لا زعما حكيت عليها، عايشه فيها وحدي. داكور، اسكو رحتي شفتي طبيب؟ اسكو رحتي عالجتي عليها؟ ما رحتيش؟ لا زعما رحت يعني هكا. داكور، الخوف هذا كان عندك ملي كنتي صغيره سي صح؟ اي ملي كنت صغيره، ودرك مازال فيها، ودرك عاودت نحس به اكثر، بديت نحس هكا بالرشفه في يدي، يعني نحس روحي فشلت صايي. ونحس هكا مثلا اذا كانت حتمت وركبت في طوموبيل لازم يكون الكروه محلوله لازم، ونحس روحي تخنقت هكا. ومهما العبد لي قدامي يحس بالبرد ولا انا نحس بسخانه، وديما هيك تجيني واحد السخانه هكا. مي قال ما سيدتي راهي بارده وبارده بزاف، سيرتو في المرحله في الوقت اللي رانا فيه دوكا، كيفاش تقدري واللي يكون معاك اللي يكون راكب معاك كيفاش يبرد؟ ما يهمكش. يا ما نقدرش، مستحيل يبرد على روحه، المهم انا اللي حاسه هكا بسخانه، ثم ما نقدرش نحمل انا. يبرد على روحه، اسمع ما يهمكش هو. لا ما يهمنيش، تهمني روحي برك. داكور اوكي. داكور اوكي، سي تالمو السيناريوهات هذوك والخوف هذاك الكبير نتاعك مادام هو اللي خلاك تزيد تخافي اكثر واكثر. اسكو رحتي شفتي معالج نفسي ولا جامي؟ لا جامي رحت. داكور اوكي. هنا الخوف اسكو غير من الاماكن هذو ولا حتى تحسي بروحك فقدت شويه ثقه في نفسك؟ ايه نحس روحي ساعات هكا فقدت شويه ثقه في نفسي هكا، مثلا حتى لو دخلت هكا مكان جديد هكا نحس روحي هكا شغل هكا قلقانه هكا ويديا هكا يرشفوا. يعني يبانوا عليا في الاعراض، يعني ندرج الاعراض دي، ما نشتيش الناس تشوفني بالاعراض دي، يعني نخبيها. علاش لو كان يشوفوا واش راح يصرى؟ هي يعني نخاف هكا شغل العباد يشوفوا
الواحدة ذيك الأعراض ذي، شغل هيك ندرجها نايا نخبيها ونحاول ديما زعما نعطيهم الصورة البهية المليحة. بصح أنا نعم تفضلي. بصح أنا هيك ما زلت خايفة هيك ومتوترة وما لقيتش حل، هيك إني نلقى حل ما لقيتش حل، وحتى في الفترة دي ديما قلقانة ونرجف وحدي ومانيش مليحة واللي يهضر معايا شغل هيك نسعد فيه. أنا حاسة بيا حاجة بصح مانيش نعرف واش هي. داكور، أول مرة تحكي على هذه المشكلة مدام، جامي حكيتي عليها؟ لا جامي حكيت عليها ونحس هيك باللي واحد ما راح يفهمني حتى إذا حكيت. ديما نخبي هيك ونقول أني أنا برك، بصح هذيك تقلقني هيك الحكاية دي. لا ما كاش غير أنت يا مدام، كاين 4% حتى 5% من البشرية راهي عندها هذه المشكلة، اسمها ماشي غير أنت. والمشكلة هذه الحل تاعها كاين، العلاج تاعها كاين، لكن لو فات انك مخبيتها، انك مخليتها في داخلك، انك عايشتها وحدك، راح تزيدي تطولي المده تاعها وتزيد المعاناه تاعها اكثر فاكثر. فهنا نصيحه لنوجهها لك سيدتي كريمه، اولا جامي طحتي ياك، جامي تغاشيتي ياك. لا جامي بس جامي صرا جامي صرا سيناريو من السيناريوهات اللي دايرتها في بالك، صح ولا لا؟ هي جامي صرات لي، بس حكا كي نطيح في الموقف هذايا نحس هكا قلبي يرجف ونحس روحي راح ندوخ. نحس روحي راح نطيح ندوخ، بس يعني جامي طيح ندوخ الحمد لله يعني. ما دوختيش؟ لا جامي بس داكور. وما راحش دوخي وما راحش طيحي. نحس برك. يعطيك صحة، نحس برك هذاك الإحساس اللي هو إحساس كبير. ألور مدام باش تهني من المشكلة هذه لازمك شوية جلسات نفسية علاجية، وراح تهني من المشكلة هذه وراح تحرري منها وتعيش حياتك بكل سلاسة وبكل سهولة، تركبي في الطوموبيل وتطلعي الكار وتفواياجي وتروحي وين ما حبيتي، ما كاين حتى مشكل. الحاجة اللي ديريها أنك تصلي معالج نفسي اللي قريب منك، روحي عنده عرضي عليه المشكلة. الحاجة المليحة يعطيك صحة باسكو علاش؟ عندك الجرأة وعيطتينا عيطتي على المباشر، الناس كامل راهي تسمع فيك وراهي تتقاسم معك التجربة السيئة تاعك والمشكلة النفسية تاعك، وراهي حاسة بك وراكي قادرة تخلصي منها وتخلصي منها في أقرب وقت ممكن بحول الله إن شاء الله. ما تحتاجش علاج نفسي طويل، جلسات نفسية اللي هي جلسات تاع العلاج النفسي المعرفي اللي راح نطرق لها ومن بعد، وراح تهني من هذه المشكلة في أقرب وقت ممكن بحول الله إن شاء الله. ان شاء الله. شكرا على هذه الشهاده الحيه، شكرا جزيلا سيدتي كريمه. هنا كي ناخذ مثال نتاع سيده كريمه هنا والعديد من الناس اللي عندهم نفس المشكله واللي ممكن في بعض الاحيان حتى كي تلاقاهم في الشارع يقول لك حكيت عليا اون ديري انا باسكو عندي نفس الاعراض، عندي نفس المظاهر هذوك الفيزيولوجيه تصرالي، نخاف ما نقدرش، نحس بروحي بلي مانيش عايش، اني حارم ولادي، اني حارم كما نقولوا العائله تاعي من الخرجه من القصره من الضحكه، باسكو حتى كي نروحوا فواياج ولا حاجه نبقى دائما متوتر، نبقى دائما خايف، نبقى نعيط عليها ونبقى مشنف ما كذا. نتيجه لماذا؟ نتيجه للضغط النفسي هذاك اللي راني عايشه واللي راني غالق على روحي فيه ويخلي دائما نتجنب ودائما نهرب من خوفا من الوقوع في هذه المشكله. عندنا اتصال، امين؟ هل لدينا اتصال؟ داكور اوكي. هنا راح نوصل نحكيو على بعد ما حكينا على الاعراض راح نشوفوا الاسباب. عندنا اتصال، امين؟ الو مساء الخير. الو الو مرحبا. الو مرحبا، السلام عليكم دكتور. وعليكم السلام، تفضلي سيدتي. لاباس؟ لاباس الله يهنيك ربي يخليك، تفضلي مدام. ماشي على بالك انا ثاني عندي عندك شغل هكا شويه خلعه ثاني سبتو كي ندخل الوسم ولا دوش. اها. ايه كشغل تحكمني تحكمني هذيك زعما كشغل تاع الريسبيراسيون كشغل ما ثاني ما شغل ما نقدرش نغسبيري. واش تحسي؟ هذا مكان يعني ماشي حاجه تاع اسكو كي تدخلي لادوش تحسي بلي ما كاش النفس ولا كاش الهواء بالشكل الكافي اللي يخليك تنفسي كما لازم يكون؟ ايه ماشي 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 عبك بلي شغل ما شغل ما نقدرش ماشي يعني شغل ما 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 نقدرش نتنفس بزاف. اها. ايه هذا مكان. وقتاش صارت لك هذه مدام؟ ها؟ وقتاش صارت لك؟ ماشي على بالك كي ندخل كي ندخل شغل كي ندخل الوسم كي ندخل لادوش تصرالي هذه. وقتاش صارت لك أول مرة مدام؟ إيه ماشي عندها بزاف. عندها بزاف؟ إيه. داكور. اسكو دوكا كي تدخلي للدوش كيفاش تحسي بروحك كي تجي داخلة للدوش؟ إيه ماشي كي نشوف الحالة ماشي كشغل كي نشوف الحالة شوية مغمومة. أها. اسكو لازم تحكمني هذيك تاع الريسبيراسيون ما نقدرش كامل نتنفس. داكور اوكي. ملي كنتي صغيره ولا غير كيما بداتك؟ لا غير كيما بداتني.
وقتاش بداتك اول مره؟ وقتاش حسيتيها اول مره؟ ماشي اول مره حسيتها، كي قبضتني الشوك ثاني قبضتني في خلعه. كي دارت لك الخطره الاولى؟ اسكو راكي خايفه لا تصرى لك كيما صرات لك الخطره الاولى؟ نخاف ولا غنخاف؟ صح صح يعني صراحه سما دايره دائما الفيلم في بالك بلي راح تعاود صرى لك كيما صرات لي من قبل، سي صح؟ وممكن لو كان صرا لي الخطره هذه قادره نطيح، قادره نتخنق، قادره نموت، قادره صرا لي حاجه مشكله. صح والله. ماشي شغل نخلي الباب محلول ثانيه، ماشي شغل زعما ما نسكروش ما نسكروش بالقفل، شغل نخليه محلول. شغل زعما نقول لهم باللي بالك وزعما كشغل كشغل كش واحد يدخل عليا ولا. ولو كان يخبطها الريح؟ ما يخبطهاش الريح، باسكو بالباس بالوسمو بهذاك. سما دايره حسابك؟ لا دايره حسابي. داكور. لو كان ما يكونش حتى واحد في الدار؟ هو ما ندوش، نخاف. علاش؟ نخاف لما نخاف لما كان شكون يجري بيا، شكون يديني، شكون كذا، سي صح؟ صح والله. نخاف مثلا زعما نطيح وهكذا نصرع نتواسى. اسكو طحتي ديجا؟ لا ما طحتش. اسكو تسرعتي؟ لا اسكو بصراحه. داكور اوكي. مجرد في راسك انت تتخيلي هذاك السيناريو وانت راح تسرع، سي صح؟ وما صراتش؟ لا داكور. نفس الشيء اول مره تحضر تهضري على المشكله تاعك ولا تحكي مع اولادك ومع بناتك ومع كل شيء في الدار؟ لا ما عنديش بناتي، ماشي شغل لي اول مره نحكي هذه الوسمه. داكور اوكي. ماشي وحكيتها للطبيب ثاني، الطبيب. عالجتي معاه ما عالجتيش؟ لا سي عالجتها. داكور. قال لي باللي شغل تجيك هذيك برك، خاطر هو ثاني طبيب نفساني وطبيب عام. داكور. انقطعت المكالمه، معليش الفكره وصلت، راح نحاول كيفاش نجاوبوا هنا. شكرا سيده كريمه باسكو درتنا انا اونشينمون مليح واسمو الحصه تاعنا. راح نهضروا على الاسباب، وش هي الاسباب اللي تخلي هذه المشكله صرا ولا هذا الاضطراب النفسي صرا. من بين الاسباب انه حادثه او حادث صدمي او مشكله صارت لها، وين يبقى الانسان دائما خايف لتعاود له وتعاود صرا. لماذا؟ لانه كي صارت المشكله الخطره الاولى كي صارت الخطره الاولى حسها باللي كان تلمو احساس رهيب، تلمو خوف كبير، تلمو نوبه الهلع كانت كبيره وكل شيء، وين يبقى دائما عساس عليها، يبقى دائما خايف عليها، يحوس دائما كيفاش يتجنبها. فهنا ممكن صدمات نفسيه قديمه اللي خلات الانسان يخاف لا تعاود تصرى له ولا تعاود يعيشها، باسكو علاش؟ تلمو سفره معاها، تلمو حس بروحه ماشي مليحه معاها، تلمو الاحاسيس هذيك خايف لازم تعاود له، باسكو علاش؟ يقول له كان تعاود لي اي قادره تقتلني، قادره تخليني في البلاصه كما نقولوا، وين يبقى دائما خايف منها، وين ممكن حتى في بعض الاحيان حتى كي نديروا كما احنا لاناليز تاعنا ولا تاريخ الحاله تاعنا نلقاو باللي الصدمه هذه ممكن صارت في الطفوله الصغرى، ممكن كانت نتيجة سوء المعاملة الوالدية في بعض الأحيان، ولا ممكن تعنيف من طرف الوالدين، وين في بعض الأحيان هناك بعض الوالدين نقول دائما ربي يهديهم، وين يغلق على وليده في في في, في دورة المياه ويطفي عليه الضوء ويروح، وين يخليه يخاف. هذه تجربة كما نقولوا صادمة اللي خلت الأثر تاعها، وممكن راح تكبر مع الطفل هذا ويولي يخاف الأماكن المظلمة ولا أماكن كذا. ممكن يطلع في الأسانسير والاسانسير حبست، ولا ممكن راح الضو، ولا ممكن كذا، وين يقول لك لا امبوسيبل نزيد نطلع انا في الاسانسير باسكو علاش؟ صارت لي من قبل هذوك تزيد صرالي. كذلك خاصة في الطائرة ممكن كي ندخلوا هذيك لا زون دو تيربيلونس هذيك ولا حاجة، وين ممكن الطيارة تولي تصدر أصوات مزعجة ولا حاجة هكذاك، ولا في السحاب ولا كيما رانا في الشتاء ولا حاجة، ولا في الريح ولا كي جاي يهبط ممكن الريح حركها شوية يقول لك خلاص هاي الخطرة هذه نسلك لها، خطره جايه امبوسيبل نسلك، راح طيح طياره، راح كذا. ونشوفوا باللي الناس اللي عندهم هذه المشكله وين حنا لاكسي على انفورماسيون راهو كيما نقولوا راهو عند الناس كامل، وين يدخل الانترنت ويشوف لي كراج دافيون، يشوف باغ اكزومبل واحد حبس به لاسونسور، يشوف واحد باغ اكزومبل طاحت به لاسونسور، يشوف واحد باغ اكزومبل لو تران كيما نقولوا درايه ولا حاجه، وين يقول لك فوالا اي صرات، الور لو ريسكي توجور لا. الور ما نطلع ما والو نتجنب هذه. فهاد الذكريات تاع الطفوله وهاد الذكريات المؤلمه هي اللي تخلي الانسان يخاف. ممكن طوموبيل طاحت لهم اون بان ولا داروا اكسيدون ولا دخلوا ان تونيل وين كانت اون سيركيلاسيون ولا كان ان اكسيدون ولا حاجه وبقاو حاصلين في التونيل هذاك، يقول لك امبوسيبل ندخل التونيل
ولا من هذه الأشياء. كذلك ممكن حتى الآن رانا نشوفوا في الحرب تاع الكيان الصهيوني على قطاع غزة وعلى فلسطين، وين نشوفوا هذاك لي بومباردومون وهذوك كذا ولا حاجة، وين حتى لو فات كي يسمع الصوت نتاع الطائرة ولا حاجة مباشرة يروح باله لهذه الأشياء. فكل هذه الأشياء تختلف نتيجة كما نقولوا للتفسير الشخصي نتاع الإنسان اللي ممكن تخلي عليه كما نقولوا أثر نفسي مش مليح. وين هنا بيان سور احنا نعرفوا في الاضطرابات النفسيه بلي ليس نفس الاسباب كما نقولوا، الاسباب مش وحيده، مش عند الناس كامل عنده كلوستروفوبي صافي دير بلي كامل عاشوا نفس، لا تختلف من شخص لاخر من حاله لاخرى. ممكن كما نقولوا عندنا اضطراب معين لكن الاسباب تختلف من شخص لاخر، وناخذوا كل حاله على حده. كذلك وش الشيء اللي يخافوا الانسان اللي عنده الاضطراب هذا؟ يخاف انه يكون محل سخريه، محل استهزاء. وحنا نعرفوا المجتمع تاعنا في بعض الحين اوف اوف ما تقدرش تطلع في لاسانسير، بركة ما تلعبها، بركة ما تمهبل، بركة ما... لا يا اخي ماهوش يتمهبل، ماهوش يلعب فيها، صح سي اون سوفرونس، اون سوفرونس كيما نقولوا واعره بزاف، وين هنا اللي تخليه دائما خايف وتخليه دائما في حاله استعداد، في حاله اهبه، في حاله تاهب. يمكن نبقاو في حاله استعداد في حاله كذا، الجسم تاعنا واش يدير؟ راح يجبد الدفاعات نتاعو كامل، الميتابوليزم نتاعنا والدفاعات نتاعنا كامل تكون في حاله استعداد. سي بور سا كو لو ريتم كاردياك يطلع، سي بور سا كو يدخ فينا الناس باسكو علاش لو سيرفو يلا بوزوان داتر اوكسيجيني. انا اتصال امين، انا اتصال. مساء الخير. واش راك استاذ لاباس؟ صافا الله يسلمك، الحمد لله. مرحبا سيدي. الحمد لله الله يسلمك استاذ. في ظل الموضوع اللي راكم طارحين علينا في الشروق نيوز، ما انا راني نعاني منه، راني في واحد العام ونص راني نعاني منه نيشان. من واش راك تعاني اخي كريم؟ من الدوخه، من هذا القلق، من هذا الفيرتيج، من هذا الرهاب، الخوف الشديد، معناتها راني نخلص بزاف والله يعني ما عرفتش منه. وقتاش بداك؟ صافي راني في واحد العام ونص هكذاك. عام ونص، كيفاش بداك الخطره الاولى؟ واش صرا اكزاكتومون؟ الخطره الاولى نخبرك كيفاش، تقول جات لي بالدوخه، كنت نمشي عادي جاتني بالدوخه حتى طحت. كي طحت داوني للسبيطار، صابوا لاطونسيون طايحه والسكر طايح. اها هذا المشكل. بعد من ثم مع ذاك الوقت بدا يجيني الخوف، بديت نمشي ما نطيقش نمشي، نمشي وندوخ الفولون سوق نخاف. وكنت من يومين ثلاث ايام يدوني بحال للسبيطار نخاف، هاد الامور جاتني الى الله محمد رسول الله، ما عرفتش واش. هنا كي رحت عند طبيب تاع امراض القلب وشاف الضغط الدموي تاعك واش قال لك؟ رحت عنده قال لي راه عندك بحال نورمال، قال لي ماكش مريض. زدت رحت ثاني للطبيب تاع الودنين قال لي راك مليح. المهم شفت كاع الاطباء قالوا لي راك مليح، بحال ما عندك حتى حاجه اللي الا الطبيب تاع القولون هذاك. اها واش قال لك؟ اعطاني دواء راني نشرب فيه لاروكسيل، هذيك يسموها ايزوبتيل. اها داكور. راني بحال نشربها مده واحد شهور ولا، راني كومام شويه بحال مانيش كيما ما في يجيني ذاك الخوف ويجيني ذاك بصح شويه. ما زالت الحاجه اللي راه مأثره عليا هي الدوخه. الدوخه شغل ليكيليبراج ما نحكم والو، كي نمشي نحس روحي باين دوخ، كي نسوق نحس روحي باغي ندير اكسيدون، عفسه منا الوسواس الموت. داكور. حاجه صغيره نكبرها هي، انا على هذا الشيء ما فهمتش انا والله ما فهمتش. داكور. اسكو باغ اكزومبل دائما داير حسابي راح تصرى حاجه مش مليحه؟ صحيح هكا. اسكو خايف لا تصرى لي كيما صرات لي من قبل وطاحت لي لاطونسيون ولا درتيني بوغليسيمي؟ اسكو دائما لا وقت فات كانت تجيني كنت نخاف بزاف. اها ملي بديت نشرب هذا الدواء الايزوبتيك شغل الخوف شغل بحال تعودت على هذا المرض. اها وليت نمشي معاه بصح بزاف ما نجمش بزاف. داكور. اسكو طوموبيل ما تسوقهاش؟ ما تقدرش تروح على لونفواياج ولا حاجه هكذا؟ حي وقت فات ما نطيقش كاع نسوق، بصح راني قلت لك في واحد الربع شهور ولا ملي بديت ندير هذا الدواء نسوق كيما نقولوا بحال واحد 100 كيلومتر 200 كيلومتر وما نطيقش حتى نروبوزي نعاود نريح نحل التاقه، حتى لو كان يكون البرد نحل التاقه ونسوق بحال ما اسكو تسوق؟ مانيش كيما وقت فات. اسكو تسوق وحدك ولا يكون معك واحد؟ وحدي ما نطيقش نسوق، لازم يكون معايا واحد راكب حدايا. علاش؟ علاش؟ يا خاف الخوف الدوخه. اسكو تقول له كانت صرا لي اوموا كاين شكون يجري بيا شكون يديني شكون كذا؟ ايوا هكذاك نيشان صح هكذا. داكور شغل دائما داير حسابك بلي راح تصرا حاجه. جيسيمو نيشان.
داكو اسكو ما تحبش تبعد من اماكن وين يكون المستشفى قريب ولا مستوصف قريب ولا طبيب قريب ولا حاجه؟ ما نبغيش هكا من ذيك حاله الفوضى ما نطيقش من ومانيش عارف واحد الامر انا فيه لا اله الا الله محمد رسول الله. داكور اسكو حكيت معاه على الطبيب هكذا ولا جامي حكيت؟ الطبيب مازال الطبيب بسيكو اللي ما مشيتش ليه. داكور ايبا راك طولت روح امشي عند امسيكولوج امسيكوثيرابيوت دو بريفيرونس اللي يدير العلاج النفسي المعرفي السلوكي راح يدير معاك شويه جلسات راح يدير معاك شويه تمارين راح كما نقولوا باش يعاونك وتخلص من هذه المشكله وقادر تخلص منها وتخلص. شحال عندك وهي شحال هي عندك؟ عندك عام ونص سي صح؟ راني عندي واحد العام ونص هكا. داكور روح كما نقولوا ويران راك تسكن لي قريب منك معالج نفسي دير معاه شويه جلسات نفسيه علاجيه دو بريفيرونس يكون مختص في العلاج النفسي المعرفي السلوكي اللي راح يعاونك ويعاونك بزاف وراح تخلص من هذه المشكله وتحرر من هذه المشكله وتعيش حياتك بكل سلاسه بكل اريحيه ما كتحتمش ان شاء الله. ربي يشفيك ان شاء الله ربي معك ان شاء الله. شكرا على هذه الشهاده الله يسلمك. هنا راح نوليو المشكله للتشخيص كيفاش مازال ما داكور ما بقناش الوقت بزاف معليش امين نروحوا مباشره للعلاج طرو مينوت ما نقدروش نخلصوا فيها باسكو الناس كامله راهي تستنى تقول كيفاش نعالج كيفاش نتخلص كيفاش نتهنى من هذه المشكله راني عايش فيها. راح نشوفوا باغ اكزومبل العلاج كيفاش نتخلصوا من هذا الخوف من هذا كذا عندنا راحين كاين هي طريقه اللي هي العلاج بالمواجهه وين المواجهه بيان سور ما راحش يكون الانسان وحده ما راحش يكون وحده راح يكون اكومباني دو لابار تاع البسيكولوج ولا تاع البسيكوثيرابيوت اللي يكون معاه وين نخليو الانسان يعيش نفس المشكله اللي راهو عايشها وين نبداوه كما نقولوا ممكن ناخذ مثال لاسونسور نطلعوا معاه ونطلعوا ان ايتاج دو ايتاج ومن بعد نروحوا معاه بالعقل بالعقل باسكو على بالنا حتى كي ندخلوا معاه لو فات نهضروا له ويكون معاه واحد نشوفوا التغيرات الفيزيولوجيه على نفسه على ذاته على عليه وين هنا لكن كي يكون معاه مختص ولا معالج راح يكون مرتاح شويه راح نولفوه بالعقل بالعقل عن طريق العلاج بالمواجهه هذا او بتعرض ذاتي ممكن كذلك حتى الان كاين تقنيه جديده اللي مازال ما دخلتش عندنا الجزائر وهي عن طريق الواقع الافتراضي وين كاين ان كاسك نحطوا الانسان هذا مثلا اذا كان عنده خوف من الطائره نخليوه يعيش المشكله تاعو اترافير لا رياليتي فيرتوال هذه وين نشوفوا او ميم طون حنا رانا نشوفوا فيه رانا نراقبوا فيه ونخليوه بالتدريج كما نقولوا راح تكون ان سيرتان ديسونسيبيليزاسيون ولا حاجه هكذا باش يتهنى من هذه المشكله النفسيه تاعو كذلك. كذلك عندنا العلاج المعرفي السلوكي اللي كنت نهضر عليه من قبل كاين كذلك الاسترخاء عن طريق كما نقولوا جلسات استرخاء نحاولوا كيفاش نعاونوا الانسان هكذا كاين كذلك ليبر فونتيلاسيون وين باغ اكزومبل نخلي الانسان يعيش هذيك اللحظه ويعيش هذاك الاحساس نتاع قلبه راهو يضرب بزاف التعليق نتاعو او ينشف تاع نفسه ويدق فيه وكل شيء يعيشوا قدامنا وكل شيء جوست بور ليدي ا شانجي كيما نقولوا راح نخدموا على عطيني العلاج توجور امين العلاج امين راح نعاونوه كيما نقولوا على باش ينحي هذيك الافكار الخاطئه باسكو راح نخدموا على المعارف على الافكار هذيك الخاطئه اللي تخليه كيما نقولوا عايش فيها ويامن بها وعباره عن معتقدات اللي تلقى صعوبه باش يتحرر منها. فهنا كنديرو كما نقولوا العلاج المعرفي اعطيني الصوره الاخرى امين العلاج المعرفي السلوكي واش راح نديرو اوتوماتيكمون هي عباره عن جلسات جلسات نفسيه علاجيه الجلسه كما نقولوا سا ديبون من نص ساعه حتى 45 دقيقه وين هنا راح نعاونوا الانسان باش يتخلص من هذه الاعراض باش يعرف هذه الاعراض باش يعيش هذه الاعراض باش يبدا يسيطر عليها ويبدا يتحكم فيها عن طريق بيان سور الافكار الخاطئه هذيك نحاولوا كيفاش نخليوه يتحرر من هذيك الافكار الخاطئه. لماذا؟ لان هذيك الافكار الخاطئه هي اللي راهي تكونديسيوني في لو كومبورتمون التيريور تاعو هي اللي تخليه دائما عايش في حبس دائما عايش في دوامه دائما عايش في هذيك الحلقه المفرغه وكذلك لو فات كو الانسان يكسر الصمت هذاك اللي راهو عايش فيه ما يبقاش خايف ما يبقاش يقول راح يستهزاو بيا راح يضحكوا عليا راح يقولوا عليا انا شو انيوتيل باسكو هو في حد ذاته يولي يشوف في روحه ما يسواش هو في حد ذاته يولي يشوف في روحه ماهوش انسان بالثقه تاعو بالقدره تاعو كنت كاين كنت نقدر وكنت كذا وين انا هذه الاشياء كامله راح تاثر فيه في السلب.
فهنا التأثير تاعها والعلاج راهو كاين وبإمكان التخلص من هذه المشكلة في أقرب وقت ممكن عن طريق جلسات نفسية علاجية. وصلنا لنهاية الحصة، معليا كما نقولوا غير نشكر كل الفرقة التقنية اللي عاونتني في إعداد وتقديم هذا البرنامج. بيان سور ما نساوش خاوتنا في غزة، دائما ندعو لهم ربي ينصرهم، ربي يسدد خطى رمي المقاومة الفلسطينية ويرحم الموتى نتاعهم ويصبر الأهالي نتاعهم. إلى اللقاء، سلام.